نفسي بس اتحرك زي الناس. اه لو كورس حتى في كهرباء نفسي اشوف الناس. انا بقالي كذا سنه على الطريقه دي مش عارف اتحرك خالص. قلت لي ان انت من 2004 وانت مصاب وقاعد القعده دي. انا عامل عمليه الغضروف وعامله لي شبه في رجلي اليمين. لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارف اتحرك ونفسي اشوف الناس زي ما خلق ربنا. ال- 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 عمليه الغضروف سببت لك اذى في رجلك؟ شلل اطفال. اه عندك شلل اطفال. اه وغير كده كمان عندي تغيير مفصل هل ان من دول زاد عليا. اه تغيير مفصل وشلل خشونه. عندك خشونه في رجليك وتغيير مفصل. اه ما بعرفش اخش الحمام لما بيدخلوني. لا حول ولا قوه الا بالله. ونفسي بس اتحرك زي ما خلق ربنا. وانا لما اقعد المعاش اللي باخده ما بعملش اي حاجه. انا ساكن بالاجاره وبدفع 800 جنيه في الشهر. الله يعينك. بيساعدوني بكمل عليه. اه الله يعينك. لسه اشوف الناس بس زي ايه زي ما خلق ربنا. اليومين اللي عايشه. مش عارف غير كده. الاهل الخير برضه في مصر ربنا يزيدهم من نعيم الله يا رب. ويجيبوا لي بس الكرسي اللي انا عايزه او اي مشروع اكل منه لما تشتغل. اه انت نفسك في كرسي متحرك تعرف تتحرك. اه اي حاجه عشان اعمل المشروع جنب منه خلاص عايز زي الناس بس. عايز بس. وانا راجل الحمد لله بصلي الوقت الوقت وما بفضليش ولا راحه. قول لي مين في البيت هنا بيساعدك بيعينك على قضاء حاجتك؟ لا اللي بيساعدني المدام بتاعتي. اه زوجتك. اه هي اللي بتجيب لي كل حاجه وانا قاعد. اه قلت لي ان هي مريضه و... وهتعمل عمليه. هتعمل عمليه تعمليها الاثنين وهي تعبانه. اه من ساعتها وهي تعبانه معايا. انت يعني احكي لي كده المرض ده. انا كنت الاول كنت بمشي كويس والحمد لله. فجاه مره واحده لقيت لي غضروف ضرب ثلاث فقرات عاملهم في الشيشه والحسين. لا حول ولا قوه الا بالله. من ساعتها بقى الدكتور بيقول لي ايه عندك شلل اطفال. ما ده ملوش علاج. قلت له ملوش علاج. قال لي لا امشي على ايه على عفاز. اه الاول كنت بمشي على عفاز مفيش سنتين ثلاثه بس لقيت نفسي ايه عندي تغيير مفصل وادي الاشعه عادي. اه كشفت وعملت اشعه. عملت اشعه على ركبتي الاثنين. واحده فيها خشونه وواحده تغيير مفصل. رحت الدكتور بتاع مستشفى جلال الاحمر قال لي ما تعالجش عمليه. اه عشان سنك 2. يعني رحت قال لك انت كنت عايز تعمل عمليه والدكتور قال لك ايه؟ قال لي لا ما تنفعش. مش ما, ما, ما خطر تنفعش. عليك العمليه. اه انا خطر عليك تغيير المفصل ده والخشونه. اه وعندي دهون على العمود الفقري مخلي ضهري بيتعمل جلوكوز 100. لا حول ولا قوه الا بالله. وحتى العلاج مش عارف اجيبه. ليه مش عارف تجيب العلاج؟ مفيش امكانيه. انا باخد 500 جنيه معاش. اه بكمل عليهم من اهل الخير بره 300 جنيه وبدفع على الايجار. فانت نفسك حد يساعدك في موضوع العلاج؟ لا ما نفسي حد يساعدني في موضوع العلاج والكرسي اللي بتوريه اعرف اتحرك بيه.